شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو في أشغال الدورة الثالثة لقمة الفتيات الإفريقيات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. هناك تجارب كثيرة ما بيننا وما بين الدول الإفريقية، وفيه تقارب في إطار علاقات ثنائية نحن بصدد يعني القيام بها من أجل عقد لقاءات ثنائية وثلاثية ولما لا مع دول الاتحاد الإفريقي من أجل ترقية المرأة الجزائرية